فده مع جو عدم الثقه اللي احنا موجودين فيه بيدي شعور او بيخلي الناس تقعد تفكر شويه انه هناك غياب للاراده السياسيه ان هي يعود الامن مره ثانيه، انه القائمون على اداره شؤون البلاد سواء في المجلس الاعلى للقوات المسلحه او في الحكومه المصريه التي جزء من المنظومه التنفيذيه، انه ما فيش اراده حقيقيه ان يرجع الامن مره ثانيه، بدليل ان انت لما بتقدر ترجعها ثاني بترجع ثاني الامن. خلينا برضو نقول انه في اشكاليه داخل وزاره الداخليه، وهذا ما يبدو لي يعني انه انا اعتقد وزاره الداخليه، وده من كلام حتى نواب ايام ازمه بورسعيد، انه نقدر نقول وزاره الداخليه منقسمه ثلاث اقسام. قسم منتمي لما يسمى برجال حبيب العدل، اللي هم منتميين لنفس العقليه ونفس المنتاليتي القديمه، وقسم اخر محبط وقاعد في البيت نتيجه تراكمات ونتيجه ممارسات خلال سنه من 28 الى النهارده، وقسم اخر لا عنده اراده حقيقيه انه يعود. احنا طوال سنه بنتكلم عن اعاده هيكله الوزاره، الافعال اللي كانت بتيجي كرد فعل على هذا الكلام انه ينقل الضباط مش عارف من منطقه ايه وديهم منطقه ايه، وكانه في حاجه من الاثنين، يا اما القائمون على اداره اعاده هيكله مش عارفين يعني ايه اعاده هيكله، انه مش معناها ان احنا ننقل واحد ونحطه هنا، او ان هم عارفين ومش عايزين يبقى هيكله. يعني احنا تنحى مبارك يوم 12 فبراير، احنا النهارده بقى لنا 11 فبراير، بقى لنا اكتر من سنه لحد دلوقتي بنتكلم بقى لنا سنه عن اعاده الهيكله، لسه الوزاره فاكره دلوقتي انها تعمل خطه، تبتدي تعرض خطه.